لك مشاهدينا الكرام وجولة في بلاط صاحبة الجلالة. بنستعرض أهم العناوين والمنشطات الصحفية الصادرة في صحف القاهرة صباح اليوم. يسعدنا أن يكون معنا في الاستوديو الكاتب الصحفي عبد الجواد أبو كب. صباح الخير. صباح الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. نبدأ الجولة من جريدة الأهرام والعنوان الرئيسي الوطنية للانتخابات، بنقف على مسافة واحدة من الجميع. استمرار تأييد السيسي تجاوزت 172,549 تزكية برلمانية. تعليق حضرتك على هذا العنوان؟ يعني عايز أقول إن ده بمناسبة هذا الجدل الدائر حول ترشح بعض الأسماء، يمكن الهيئة الوطنية أثرت إنها تعمل بيان لتوضيح الحقائق، لأنه إذا احنا بنتكلم على هيئة الانتخابات فاحنا بنتكلم على ورق. يعني كل ما يحدث في وسائل الإعلام وعلى الفضائيات وفي الشارع في الحقيقة ليس له أي وزن سياسي إلا إذا ترجم إلى حقيقة ممثلة في أوراق رسمية تقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات. الهيئة بتتعامل من هذا المربع وهذا المربع فقط، إنه عندها ورق تنطبق عليه الشروط، ثم بتتعامل مع هذا الورق، ثم بتاخد التوكيلات، ثم بتبتدي عملية العملية الانتخابية أو السير في العملية الانتخابية. هي بالتحديد كانت القصة متعلقة بالسيد سامي عنان والسيد خالد علي، وفي الحقيقة هي قالت الهيئة الوطنية انه الاول كان في مشكلة عنده انه هو تحت الاستدعاء، وده وفقا للقوانين العسكرية، وده بعد ثبوت صفته العسكرية. يعني هي الفكرة انه الاوراق لم تكن مكتملة، كان في طعن اتقدم، ووفقا لهذا الطعن ما كانش قدام الهيئة الا انها تطلع هذا البيان. سيد خالد علي لم يتقدم من الأساس بهذه التوكيلات أصلا. لكن لما نشوف المعركة على وسائل الإعلام في الحقيقة، وأنا في الحقيقة يعني عايز أقول إنه في نشر كتير جدا، هو نشر غير دقيق. يعني ما فيش حاجة اسمها إن أنا أصحى من النوم الصبح أقوم أعمل خبر إن أنا هترشح للانتخابات فيتم التعامل معايا على إن أنا مرشح محتمل، ثم الناس تتعامل على انه كل الصفات منطبقة عليا، ثم يتم اكتشاف ان انا من الصومال مثلا على سبيل المثال. هي الفكرة في هذا الامر. في الحقيقة الدول الكبيرة الديمقراطية والمحترمة بتعمل حاجة مهمة جدا، ان انا لو هترشح للانتخابات قبلها بسنة بيبقى معروف ان انا هترشح للانتخابات، عندي برنامج انتخابي، عندي جولات، لان انا ما ينفعش فجأة اقول ان انا هنزل الانتخابات وانا عندي مثلا اكتر من 20 محافظة في مصر مش هلحق الفهم لو انا اتكلمت على ان كل محافظة لها اسبوع. كمان الكارثة الاكبر في هذه القصة هذا التناول الكبير والفج للمعلومات الغير مؤكدة. يعني الناس بتتكلم على مثلا ان سين هيدخل الانتخابات من غير ما ترجع لسين ده، فيبتدي النشر ثم يدوروا هل هو هينزل ولا لا. هذا النشر انا عايز اقول انه هذا الوضع لما نيجي نشوفه في الاعلام الاجنبي عامل لنا مشكله كبيره جدا، لانه الاعلام الاجنبي جزء كبير جدا من القصه ان هو بيعتمد على ما ينشر في هذا الوطن. لكن اللي انا عايز اقوله انه حتى كان في تصريحات للهيئه العامه للاستعلامات قالت ان في تجاوزات مهنيه في تغطيه وسائل الاعلام الاجنبيه للاحداث الانتخابيه في يعني مصر. انا في تقديري وهو ده صحيح، يعني ده صحيح، بس في دور تاني للهيئه، مش انها كل شويه تطلع بيان تقول والله اصل في تجاوزات. هو انت فين؟ انت هيئه بتاخد فلوس من هذا الوطن، المفترض ان انت منتشر في بعض البلدان، خلينا اقول ان هو مش في كل البلدان بس كل البلاد الكبيره فيها مسؤول من هذه الهيئه. هذه الهيئه فين؟ الذراع الاعلامي المصري في الخارج فين؟ احنا موجودين فين في الاعلام الخارجي؟ يعني ليه احنا يعني بالبلدي كده بيتحط علينا من الاعلام الاجنبي ثم احنا بنبقى دايما في مربع رد الفعل؟ لان احنا حضرتك ليس لدينا ذراع اعلامي، والناس بتزعل لما بنتكلم في ده، بس هنفضل نقول ده الى ان ينضبط الوضع. احنا في الحقيقه بنيجي فجاه نكتشف لما بنتزنق في اي حدث، في حدث ارهابي، في مشكله في السياحه، ان احنا ملناش تواجد اعلامي بره، ان احنا ملناش ذراع قوي، ان احنا ما عندناش قوه ناعمه حقيقيه تستطيع التأثير في أي دولة في الحقيقة، يعني لا عربية بالمناسبة ولا أجنبية، وبنيجي نشتكي. لكن فكرة أن أنا أطلع بيان أقول أن هم وحشين، هم وحشين، لكن خلينا بس نقول أنه الأداء المرتبك ده لحاجات كتيرة جدا فيما يتعلق بعملية الانتخابات أدى أن أنت في حملة هجوم كبيرة جدا عليك من الخارج، لأن أنت كمان مش بتتعاملي مع قصة ان هم مستقصديني. حلو، هم مستقصديني فين وجهة نظر انا اللي بتوصل هناك؟ يعني ودي قصة بتتلعب بره
يعني خلينا اقول بلغه الكوره كده بحرفنه وبشياكه، واحنا نبقى موجودين بس ما نبقاش موجودين وقت الحدث، لان انا وقت الحدث هيبقى عندي مشكله كبيره جدا. رقم التوكيلات ده انا عايز اقول بس ان دول المواطنون الذين يحبون الرئيس وعندهم جهد الفعل. خلينا ناكد على جهد الفعل، يعني زي ما الانتخابات في الحقيقه مش مهم مين ينزل ومش مهم مين يفوز، مهم ان الناس تروح تمارس حقها الانتخابي وتبقى هي دي الصوره في الحقيقه، مش انه العدد يبقى قليل جدا، لانه انا ما عنديش مشكله انه الرئيس السيسي يبقى الواحد بالمناسبه في الانتخابات، بس الناس اللي تروح سواء ادت او ابطلت، بس هي الناس تروح الى صناديق الانتخابات، وفي تقديري ان هذا الجهد هو الاساسي. انما رقم التوكيلات ده وما حدث في الانتخابات حتى هذه اللحظه يقول لك ان كل الحملات اللي بتتعمل اللي هي حملات تطوعيه هي حملات منظره واخبار في الجرائد فقط. علشان كده انا اتمنى انه ده ما يحصلش في الانتخابات، اتمنى ان الناس تبقى موجوده على الصناديق من غير الشو اللي بيحصل ده اللي الناس بتدعي انها بتلم وانها بتدفع الناس للذهاب للانتخابات، لانه ده يعني مش هيجيب اثر حقيقي، لانه المواطن لازم يقتنع ان هو يروح وده الفعل الحقيقي. شكلنا قدام العالم يعني لو 10 مليون راحوا الى صناديق الانتخابات حتى لو الرئيس بمفرده في هذه الانتخابات كمرشح رئاسي، في الحقيقه احنا هيبقى الامور زي الفل. طب خلينا نروح لخبر تاني من جريده الجمهوريه وفي نفس السياق حول تصريحات الماكين. يعني جريده الجمهوريه الخبر في الصفحه الاولى تصريحات ماكين مرفوضه وخارجيه النواب، السيناتور الامريكي داعم للجماعه الارهابيه ولا يملك حق تقييم ثوره حقوق الانسان، تجاهل انجازات مصر وحربها على الارهاب. طيب يعني طارق رضوان صديق عزيز يعني رئيس اللجنه وهو ابن استاذنا يعني عبد الحميد رضوان وزير الثقافه الاسبق، لكن في الحقيقه واحنا بنتكلم على فكره رد الفعل، يعني كنا بنتكلم على عدم وجود الزراع الاعلامي، هنا برضه هنتكلم على عدم وجود الزراع البرلماني، يعني البرلمان المصري انا بقول ان هو يستطيع ان يفعل اكثر من ذلك. في الحقيقه عندنا ازمه فيما يتعلق باداره التواجد في واشنطن عاصمة القرار العالمي. أنا أظن أنه تحركا كبيرا من هذا البرلمان طول الفترة اللي فاتت كان سينجح، أنه هو يخلق ما يسمى بأصدقاء مصر داخل الكونجرس، ما يسمى بأصدقاء مصر داخل مجلس الشيوخ، ما يسمى بأصدقاء مصر في دوائر صنع القرار الأمريكي. مش هنبقى محتاجين أن احنا نستنى نبقى رد فعل، لأن احنا برضو هنا هنتكلم في رد الفعل. رد الفعل يعني أن ماكين لما بيصرح كل وسائل الإعلام العالمية نشرت تصريحاته، لما احنا بنعمل رد الفعل ده رد فعل طبيعي، لازم احنا ننفي، لازم احنا العالم يعني هيتعامل كده، فمحدش هينشر لنا. هي دي الفكرة الأساسية، أنا لازم أبقى واصل لصانع القرار في أمريكا، صانع القرار في بريطانيا، صانع وأنا كمجلس نواب منتخب، أنا هيئة منتخبة، تحركي لازم يبقى في هذا الإطار. ليس معقولا أن أنا أبقى في هذا المربع وما يبقاش عندي زيارة لدولة كبيرة، يعني إن شاء الله يبقوا 2 نواب 3 نواب، إحنا بنتكلم على سيناتور واحد بترد عليه لجنة وبيرد عليه البرلمان. ما نتحرك، إحنا ناخد الخطوة بملفتنا زي ما إحنا عملنا مع إنجلترا لما كانت قلبا وقالبا مع الجماعة الإرهابية ونجحنا بملفتنا وبإن إحنا نوصل. الناس لازم تفهم أنه الآخر لازم يوصل له حتى لو هو مترصد، ومع الجانب الآخر لما نوصل له واديله الحقائق هيبقى عنده حرج المعرفة. حرج المعرفة هيتحرجه قدام الناخبين بتوعه، قدام صانع القرار، قدام وسائل الإعلام اللي موجودة في بلده. أنا أتمنى أن احنا نبطل فكرة رد الفعل، أن يتحرك البرلمان لما يبقى في فعل زي كده يستنكر من هناك، لو احنا واصلين وبنقدم معلوماتنا في وقت بدري واحنا كبرلمان منتخب نقدر نروح ونقدر نعمل هذه الجوات، وخاصة أن لجنة العلاقات الخارجية كانت من فترة قريبة كانت في زيارة للكونجرس الأمريكي. لكن هي فكرة أنا رايح أعمل إيه؟ هل لدي أجندة كبيرة؟ هل عندي مثلا 30-40 لقاء ب 30-40 سيناتور هناك وأنا مش محتاج أقعد معاه غير 5 دقائق ثم أسيب له مجموعة أوراق يطلع عليها ويتأكد أن من وجهة النظر المصرية؟ نعم. طب خلينا نروح لجريدة الأخبار ونتابع هذا الحدث التاريخي والثقافي، موقف عالمي لنقل رمسيس الثاني للمتحف الكبير. يعني عملية النقل استغرقت 60 دقيقة وتكلفت أكثر من 13 مليون جنيه، واستقر بالبهو الرئيسي للمتحف الكبير، وده كان بحضور كبار الشخصيات ومنهم 20 سفير بالقاهرة.
يمكن الناس نسيت شويه شكل ميدان رمسيس لما كان في شكل تمثال رمسيس لما كان في ميدان رمسيس، وكان العلامه الرئيسيه في الحقيقه واللي نجحت السينما كمان انها ترصده وتؤرخ ليه وتخليه موجود للاجيال القادمه. القصه مش في النقل فقط، لكن احنا بنتكلم على تغيير شكل هذه المنطقه، منطقه الاهرامات، واضافه المتحف الكبير ليها بحيث انها تبقى بالكامل منطقه اثريه، ليها استراتيجيه زياره، ليها شكل في الزياره، ليها شكل في التامين، شكل في تواجد الوفود الاجنبيه. لكن كمان عايز اقول ان احنا شويه شويه فيما يتعلق بالاثار بيبتدي يبقى لنا شكل، لكن الاهم ان احنا نشوف كمان المشاريع اللوجستيه الاخرى زي مثلا تصنيع النماذج الصغيرة اللي الصين مسيطرة عليها للأسف. يعني لما نروح الأقصر هنلاقي كل النماذج الصغيرة اللي هي الهدايا التذكارية وغيرها هي كلها منتجات صينية. الحاجات دي بقت بتعمل دخل أكتر من من القصة الأساسية. يعني لازم يبقى نشتغل على حماية الملكية الفكرية، نعمل الحاجات دي، لازم أستفيد من مما حول الاثر. يعني اذا انا هحول المنطقه لمنطقه اثريه لازم يبقى عندي مجتمع كامل بيقوم على هذه القصه وان تستفيد الدوله، لانه ازمه السياحه والاثار في مصر انه المستفيدين دايما بيبقوا بشكل اكبر ناس تانية مش الدوله. لكن لو انا عامل تنظيم حقيقي لهذا القطاع بشكل رائع، وعندنا الاراده وعندنا البنيه التحتيه عملناها اهو ما شاء الله وبنشتغل بشكل كويس، لكن تبقى الفينش اللي هي الشوطه اللي بتجيب الجون في الاخر وبتخليني انا اعمل هذه القصه بهذا الشكل الكبير. وانا اعتقد انه افتتاح هذا المتحف هيبقى حدث عالمي مهم وهيبقى نقطه انطلاقه احنا ممكن نستغلها كمصريين في ان احنا نعمل تسويق لفكرة الخريطة الأثرية في مصر بكل أثارنا الإسلامية والمسيحية واليهودية وغيرها، إن احنا نبتدي نبص على قطاع الأثار باعتباره قطاع جاذب، حتى لو الناس مش جاية لسياحة الأثار بس، لأن هذه القصة تراجعت بشكل كبير. ونوعية كمان السائح، أنا يعني فكرة السائح الفقير اللي هو بيجي يعني ليلة واثنين وثلاثة وبمصاريف قليلة في الحياة ما بيبقاش مغري قوي، لكن يعني ما نهتمش بالعدد، نهتم بنوعية السياح. وخاصة أنه في الحقيقة 2017 أنا في تقدير أنها من أنجح السنوات بالنسبة لوزارة الآثار المصرية نظرا لنوعية الزيارات اللي تمت يعني من شخصيات مشهورة كبيرة جدا للآثار المصرية. ويمكن في جزء استغلناه في هذه القصة، لكن كمان لازم ده يتبني عليه ونبقى موجودين بشكل كبير جدا فيما يتعلق بالخريطة العالمية أكتر ما احنا موجودين، ويترجم ده إلى عملة صعبة في الاقتصاد القومي والناتج القومي. خلينا نتابع من جريدة المصري اليوم هذا الخبر. في الذكرى السابعة لثورة 25 من يناير، شرطة وورود ولافتات تأييد في التحرير، الشرطة بتحتفل بعيدها وسفارات مصر تحتفي بالثورة. يعني عايز اقول انه في معركة غير لطيفة على وسائل التواصل الاجتماعي ما بين الفريقين، ما حدش يقدر يقول انه يناير ما كانتش ثورة. صحيح انها اختطفت بعد كده ولم تحقق اغراضها، لكن الشباب النبيل اللي خرج فيها والناس اللي كان عندها طموح للتغيير كلها كانت او اغلبها كانت ناس محبه للوطن، الى ان قفزت جماعه الاخوان على المشهد وافسدت كل شيء. الهجوم على الشرطه من بعض الناس امر غير وطني وغير مبرر، وانا بعتبره خيانه عظمى، لان احنا بنتكلم على واحده من اشرف المعارك المصريه، معركه اسماعيليه والتضحيات التي قدمتها الشرطه المصريه. فكره الاجمال كمان في فكره ان الشرطه كلها سيئه هذا قول غير منضبط جمله وتفصيلا. اللي احنا بنتكلم اللي بيحرسني شرطي واللي بيقف في الميدان شرطي واللي بيقف في عز البرد ده على المناطق النائيه شرطي. الفكرة ان احنا لازم نقيم الامور وما نقعدش نهيل التراب على رموزنا او على الاحداث الوطنية بالتحديد كمان، لانه الشرطة المصرية طول عمرها واحدة من افضل يعني خلينا اقول النماذج الشرطية على مستوى العالم، سواء من حيث الكفاءة، من حيث التدريب، من حيث التواجد. يمكن شغلها في احيان كتير جدا في الحقيقة بيتجاوز حجم دور الشرطة المحلية، يعني يمكن بنشوفها حتى في الـ 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 في التعامل مع الهيئات الدوليه، قوات حفظ السلام، الانتربول، خلينا اقول الجرائم العابره للقارات، ودي بقت من الحاجات المهمه اللي الشرطه المصريه بتشارك فيها. لكن انا عايز اقول انه
المشهد في الحقيقة يعني، واحنا بنتكلم على من كانوا يريدون تغيير الوطن للأفضل، وبنتكلم على من قدموا أرواحهم فداء لهذا الوطن، شوية محتاجين نحتفظ بفكرة، عايز أقول الانضباط في التعامل على يعني سواء في السوشيال ميديا أو حتى على الشاشات في الحقيقة، لأن في تجاوزات كتيرة جدا بتحصل. لكن هيبقى 25 يناير رمزا كبيرا لهذا الوطن، رمزا كبيرا للشرطة المصرية، رمزا كبيرا لمن أرادوا التغيير، حتى لو لم يتم هذا التغيير، حتى لو اختطفت الثورة، حتى لو فقدت مسارها، حتى لو أفسدها الإخوان، لكن احنا بنتكلم برضو على فكرة الرغبة في التغيير للأفضل، وهو ده اللي بيحصل دلوقتي. احنا لدينا رغبة كمصريين في ان احنا نتغير للأفضل، استحملنا حاجات كتيرة جدا صعبة، وأتمنى وأتوقع أنه 2018 إن شاء الله تبقى سنة انفراجة والأمور تتحسن إلى الأفضل بشكل كبير إن شاء الله. نرجع لجريدة الأهرام، 94 مليار جنيه زيادة الإيرادات الضريبية في 6 شهور، وتحسين الأداء الاقتصادي أدى إلى ارتفاع الحصيلة. هي دي الفكرة الأساسية، إذا زاد الدخل الضريبي ده بيبقى ناتج عن حاجتين، إما أن أنا بضغط على الناس وبعمل جباية، أو أنه الوضع تحسن. بما أن إحنا مش في عصور جباية وأنه الناس تقدر تتهرب من ضريبة، وما شاء الله يعني التهرب الضريبي أرقامه كبيرة جدا، فإحنا بنتكلم على تحسن حقيقي في الاقتصاد المصري، تحسن حقيقي في عائدات الجمارك. يمكن العائدات الجمركية واحدة من الحاجات المهمة اللي ساهمت في هذه الزيادة، وهذا يعني أن الاقتصاد رايح جاي ماشي بشكل كويس جدا، أنه لدينا أريحية فيما يتعلق بالناتج الاقتصادي للأشخاص، عندنا ميل إلى إعطاء الوطن حقه، دي من الحاجات المهمة يعني. وأنا بتكلم على أنه الضرائب بتزيد، بتكلم على وعي المواطن، وبتكلم على أنه رغبة المستثمرين في أن هم يؤدوا ما عليهم حقا لهذا الوطن. وأتمنى أنها لأنه دي من الناتجات المهمة في الحقيقة اللي بتضبط كمان إيقاع الوضع الاقتصادي، ويمكن كمان لما السنة دي أو السنة اللي جاية لما يد الدولة تنبسط على الاقتصادات الغير مرئية واقتصادات الشارع والحاجات اللي ما بتدفعش ضرائب، أعتقد أن هذه الحصيلة من الممكن أنها تزيد كمان بشكل أفضل. خلينا ناخد العنوان ده من جريدة الأخبار، الحكومة بتبحث تطوير 125 شركة قطاع أعمال بمشاركة ممثلي العمال. يعني دي من الحاجات المهمة جدا، وإحنا بنتكلم على تحسين دخل البسطاء وتحسين أوضاع البسطاء ومنهم العمال، بنتكلم على الشركات اللي كانت طول 20-30 سنة اللي فاتت منهارة، وكان منها القطاعات المهمة في الحقيقة زي الغزل والنسيج، الحديد والصلب، والمصانع الألومنيوم، وغيرها من الصناعات اللي ممكن تبقى كمان فارقة، مش على مستوى العمال بس، على مستوى الصناعة الوطنية في هذا الوطن، ان احنا نشتغل عليها بهذا الشكل. يمكن في الحقيقة وزير قطاع الأعمال الجديد، يمكن الرئيس وهم في الافتتاحات اللي كانت في المنوفية كان دار حديث على هذه القصة، لكن الشاهد كمان انه مع هذا مع هذه المحاولة فيما يتعلق بشركات قطاع الأعمال، كمان القطاع الخاص واخد حقه. يمكن شفنا الفترة الماضية انه في دعم حتى رئاسي لكل مشروع كبير يخدم هذا الوطن. إذا ده وقف على رجليه وده وقف على رجليه، شكل الاقتصاد المصري هيتغير. وفكرة أنه المصانع تفضل تخسر، أو المؤسسات زي المؤسسات الإعلامية كده تفضل تخسر فنديها أرباح، دي قصة في الحقيقة لم تعد مقبولة، خاصة في هذا الوضع الصعب. لازم كل المؤسسات تتحول إلى مؤسسات إنتاجية ربحية، هي بتكسب حتى لو كانت تؤدي دورا وطنيا، وأعتقد أن ده الفكر اللي هيشتغلوا بيه في وزارة قطاع الأعمال. طب أستاذ عبد الجواب، نتوقف عند هذه النقطة ونكمل باتجاه الدولة لإعادة الهيكلة وتطوير هذه الشركات وإدخال القطاع الخاص باستثمارات يعني جيدة لجذب هذه الاستثمارات، لكن نتابع موجز لأهم الأنباء مع أمل نعمان ونرجع لحضرتك مرة تانية. ده
نرجع تاني مشاهدينا الكرام، بنكمل جولتنا الصحفية مع الكاتب الصحفي الأستاذ عبد الجواد أبو كب، وكنا بنتكلم عن يعني تطوير الحكومة وبحثها ل 125 شركة قطاع أعمال بمشاركة ممثلي العمال، وكنا بنتكلم عن إعادة الهيكلة واستغلال الأصول غير المستغلة لاستخدامها في إعادة التطوير ويعني زيادة الإنتاج. ممكن زي ما حضرتك تفضلت كده، الاصول الغير مستغله دي واحده من الحاجات كمان اللي بتبقى بتمثل عبئا على الدوله في حاجات كتيره جدا. الشاهد الرئيسي في هذا الخبر هو تغير الفكر فيما يتعلق بالتعاطي مع المؤسسات التابعه للدوله او المؤسسات الاقتصاديه التابعه للدوله. احنا يمكن بنتكلم على هذا التطوير من زمان جدا يعني، لكن بالفعل على الارض هو اللي ما كانش موجود. لكن لما نشوف اللي بيحصل دلوقتي فيما يتعلق مثلا بقطاع التصنيع الثقيل، بالحاجات اللي ما كانتش موجوده وابتدينا نعملها، بدخولنا في قطاع التكنولوجيا، هنعرف ان الاراده موجوده لهذا التغير. 2018 قد نكون انتهينا في مع نهايتها من تطوير عدد كبير جدا من هذه الشركات والمصانع، وده هينعكس على العمالة اللي فيها، هيبقى في أرباح حقيقية، هيبقى في تحسن للدخل، هيبقى في خدمات مقدمة، لأنه كمان العامل بيبقى مهم جدا ليه الخدمات المقدمة زي العلاج بالنسبة ليه ولأسرته، الامتيازات الأخرى، وده كله بيجي مع الأرباح. فأعتقد أن احنا في هذا الملف بالتحديد لدينا طفرة كبيرة سنشهدها خلال الشهور القليلة المقبلة. نرجع تاني لجريدة المصري اليوم، وبنتابع أديس أبابا بتجمع شكري وغندور في أول لقاء منذ سحب السفير السوداني، وده على هامش اجتماعات وزراء خارجية دول الاتحاد الأفريقي في إثيوبيا. هو اللقاء الأول من نوعه بعد سحب السفير السوداني لدى مصر، وذلك للتشاور. تعليق حضرتك. يعني عايز اقول ان مصر بتدير ملفاتها الخارجيه بعقل شديد جدا، يعني يمكن شفنا التصعيد اللي كان موجود من الاخوه في الحكم في السودان، شفنا التصعيد الغير مبرر والتعاون التركي السوداني، التعاون التركي، التعاون السوداني القطري، التعاون مع كل ما هو عدو لمصر. يمكن الامور كانت يعني تصاعدت في فتره من الفترات، ونادى البعض بتدخل عسكري، وكان في توتر كبير جدا، لكن في الحقيقه كان الرد الحاسم من السيد الرئيس ان مصر لن تستخدم قوتها العسكريه ضد الاشقاء او الجيران، وده كان حاسم تماما لمساله التصعيد، انه حتى اذا الجانب السوداني اخذ في التصعيد مصر ستراعي الجيره، مصر ستراعي الاوضاع الطيبه. وفيما يتعلق بالجانب الاثيوبي كان نفس الرد ايضا، لانه كان في كلام كتير جدا على انه مصر ستستخدم القوى العسكريه، مصر يجب ان تذهب الى الطيران المصري، يجب ان يذهب ويدك سد النهضه. كل ده في الحقيقه اللي انتهى بمجرد ان اعلنت مصر رسميا وعبر رئيسها ان التعامل العسكري غير مطروح وغير وارد، ولن يكون مع الاشقاء او الجيران. يمكن في الحقيقه هذا الاداء العاقل دايما بيبقى يعني التحرك او الخطوه الاولى في استعاده الامور نصابها الصحيح او في تهدئه الامور. ويمكن لقاء الوزيرين شكري والوزير السوداني يمكن ده في هذا الاطار، يعني يمكن ده اول لقاء لكن مش هيبقى الاخير. وفي تقديري انه 2018 ستشهد تحسنا كبيرا فيما يتعلق بملف العلاقات المصريه السودانيه رغم التجاوزات الكبيره من جانب الاشقاء في السودان. تم يعني من ايام قليله انطلقت اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي، وده كان بمشاركه وزراء الخارجيه تمهيدا لقمه رؤساء الدول والحكومات غدا وبعد غد تحت عنوان الانتصار في مكافحه الفساد نهج مستدام. يعني انطلقت هذه الفعاليات بالتنديد بتصريحات الرئيس الامريكي دونالد ترامب ضد الافارقه. تعليق حضرتك. يعني يمكن الموقف الافريقي لو احنا هنبص له فيه توحد كبير جدا فيما يتعلق بالرؤى. مصر تزعمت هذا الرفض وقت أن خرجت هذه التصريحات المهينة للشعوب الأفريقية، لأنه كمان لم يكتفي بفكرة أنه يهاجم المهاجرين لكنه سمى دولا بعينها واتهمها اتهامات غير لائقة.
يمكن التعاون الافريقي في حرص عليه من الرؤساء الافارقه اللي موجودين في الحكم حاليا. يمكن في تحرك مصري كبير جدا على كافه المستويات، سواء الاقتصاديه او الدبلوماسيه الشعبيه او حتى الدبلوماسيه الرسميه، وهي الاقرب والاكثر في تعاون في مجالات الاعلام. ويمكن حتى الرئيس حارس ان هو يلتقي رؤساء التحرير الافارقه مرتين منذ ان تولى الحكم. مكافحة الفساد، واحنا بنتكلم على أطر ديمقراطية ابتدينا نشوفها في بعض البلدان الأفريقية، لكن الشاهد الأهم أن الدول الأفريقية ربما للمرة الأولى بشكل كبير جدا وبهذا العدد تعترف أنه الوحدة الأفريقية هي القوة الأساسية في مواجهة القوى الاقتصادية في العالم، أو فكرة استهداف أفريقيا بسبب الثورات والمواد الخام اللي موجودة فيها، وأنه التعاون الأفريقي هو السبيل الوحيد للحد من هذه الأشياء. وشفنا حتى في ملف سد النهضة لما أثيوبيا بتتعنت بيبقى في دول أفريقية أخرى من دول المصب، بيبقى في تعاون وثيق بينها وبين مصر، في مشاريع بينها وبين مصر. لكن كمان على المستوى الأفريقي فيما يتعلق حتى في كرة القدم، يمكن الناس اللي تابعت توزيع جوائز الكاف هنشوف هذا الفرح الأفريقي بمحمد صلاح المصري، يمكن ده ما شفناهوش من أيام الكابتن الخطيب لما كان موجود، وأما كانت المقاولين والعرب كانت منتشرة في الجانب الأفريقي. وأتمنى أنه 2018 يبقى عام التوحد الأفريقي، لأنه مصر ماشية بخطوات كويسة في هذا الملف، الجزائر ماشية بخطوات كويسة، المغرب ماشية بخطوات كويسة، بعض دول الوسط الأفريقي بتسعى إلى هذا الترابط. احنا في نهاية جولتنا الصحفية بنشكر الكاتب الصحفي الأستاذ عبد الجواد أبو وكب، شكرا معلقا ومحللا على الأحداث وآخر المستجدات. شكرا لحضرتك. فكرة هذا الصباح مستمرة معكم بعد الفاصل، انتظرونا.